رمضان يجمعنا. هي أشياء تشترى وتباع على وليمة تطبيع عامرة، ألبست اسم شهر رمضان، تراود العربي المحبوس في بيته عن ثوابته وتاريخه، حتى يبدل سيفاً كان له بسيف قد أثكله. اشتعت عسلات فلات. كان الأمر ليمر عادياً لو اكتفت القناة الممولة خليجياً بصناعة ما تتقنه، لكنها اختارت الخوض في التاريخ والشائك الديني والسياسي على شكل دراما مختلف في مستواها، مثلت مخرجاً لعقل مأزوم في تسويق صعب، فخرج شيء اسمه مخرج سبعة. العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معه ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين. ايش قصدك يعني؟ قصدي كلتر حياتنا علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، بطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطة ندفع تكاليف ورواتب وحنا أحق بهالفلوس. وبالرغم من استدراك يمتص الصدمة، فإنه يحيل الثابت إلى دفاع. في فلسطينيين باع وراضيهم لليهود، ومثل ما في فلسطينيين في الانتفاضة واجهوا الدبابات الإسرائيلية بصدورهم. أما الفكرة فانفجرت في عقل المتلقي متجاوزة حوار العبور. هل ألهمت الحملات الإلكترونية منتجي المسلسل أم ألهمها أم لهما ملهم واحد؟ البرنامج تزامن مع جدل عارم يصوب على الرأي العام في السعودية بعدما ضعفت فرية الفلسطيني الذي باع أرضه أمام حقيقة المجازر الصهيونية الأولى وبؤس الشتات اللاحق، فجاءت حملة شيطنة الفلسطيني واتخاذ مواقف فردية للقفز من المنسوب إلى المنسوب إليه. هذا الفلسطيني المتخاذل الناكر للمساعدات والإعاشات والدعوات وفق الحملات هو من خوصم لأجله الإسرائيلي الطيب الذي يشبهنا وفق تعبير في المسلسل، وعليه فقضيته لن تكون قضيتي كما الشعار الأثير للجيوش الإلكترونية. والفلسطيني المشيطن مسلما أو مسيحيا يقتضي بالضرورة حضور يهودي طيب جميل، ذاك ما ستتكفل به أم هارون. شايفة هاللمة الحلوة، قلوبنا على بعض وأحلامنا واحدة. هنا ستسمع عن إسرائيل التي قامت على أرض إسرائيل. فقد تم الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل. والنبش في تاريخ اليهود العرب يكون مفهوما طالما التزم تقديم الحقائق. أنا متأكد أن حتى الأطفال رح يتابعون بإذن الله العمل. والعمل اللي تم تصويره بالإمارات العربية المتحدة بيركز على فكرة التسامح بين الأديان الثلاث. ولو أن المنتجين خلدوا بالقدر نفسه مآثر كل مسلم ترك أرضه، أو نظروا في تاريخ المسلمين وحضارتهم ليبرزوا علوما أو أعلاما أو بطولات، لا شيء من ذلك، بل هجوم كاسح على من يفعل. هذا المسلسل التركي الأشهر عن سيرة والد مؤسس الدولة العثمانية شاهده عشرات الملايين، ويشاهده اليوم ملايين غيرهم بعدما أمر رئيس وزراء باكستان عمران خان بدبلجته إلى لغة الأردو التي ينطق بها 100 مليون إنسان. ووجه خان بعرضه على التلفزيون الحكومي يوميا في شهر رمضان، لأنه وفق تعبيره يعكس هويتنا الدينية ويعلم شبابنا التاريخ الإسلامي وقيما تخربها هوليود وبوليود. والقائل رياضي دولي سابق عاش في الغرب طويلا وكان من نجومه، لكن للناس ذاكرة وخطوط حمر وتشبث بهوية وأخلاق وشجاعة، بضعة أشياء لا تشترى.